بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. دروس من الحج المبرور. الدرس 12. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في درس من دروس الحج المبرور. ضيفنا في هذا الدرس هو فضيلة الشيخ صالح ابن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. أهلا ومرحبا بكم الشيخ صالح مع الإخوة والأخوات. حياكم الله وبارك فيكم. سنتحدث في هذا الدرس شيخ عن اليوم 12 من أيام التشريق، وأيضا السنة في التعجل والتأخر بالنسبة للحجاج. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد. قال الله جل وعلا: فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. والتعجل يكون في اليوم 12، يكون في اليوم 12 إذا رمى الجمرات قبل غروب الشمس ورحل قبل أن تغرب الشمس، فإنه يجوز له التعجل. تعجل في يومين، 11 و12، لا يدخل فيها يوم العيد. في يومين يعني بعد يوم العيد، يغلط بعض الناس في هذا. في يومين هو معنى التعجل ما ذكرناه، أن يرمي الجمرات الثلاث قبل غروب الشمس ثم يرحل قبل أن تغرب الشمس، يخرج من منى، فإنه حينئذ يجوز له التعجل في يومين. ومن تأخر لليوم 13، بات الليلة 13 وبقي في منى إلى بعد الظهر ثم رمى الجمار الثلاث ثم رحل، تأخر، وهذا الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم وهو أفضل وأتم. نعم. فضيلة الشيخ، بالنسبة لطواف الوداع متى يكون وماذا يلزم الحاج في ذلك؟ طواف الوداع إذا أكمل مناسك الحج وأراد السفر، إذا أكمل مناسك الحج في اليوم 12 أو في اليوم 13 وأراد السفر، فإنه يطوف للوداع ثم يسافر بعده ولا يتأخر. فإن تأخر بأن بات في مكة بعد طواف الوداع انتقض وداعه، فلا بد من إعادته. أما إذا طاف للوداع وخرج من مكة، خرج من الحرم وبات خارج الحرم، فلا حرج عليه في ذلك. من تعجل في يومين يعني في اليوم 12 فلا إثم عليه، ومن تأخر إلى اليوم 13 فلا إثم عليه، وهو الأفضل وهو الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم، واستكمل فيه أيام التشريق واستكمل فيه فضائل الحج. نعم. فضيلة الشيخ، لعل لكم نصيحة وتوجيه في هذا الدرس للحملات في هذا اليوم والسرعة التي يقومون فيها. أصحاب الحملات في الحج هؤلاء يجب عليهم أن يرفقوا بالحجاج الذين في حملتهم، وأن يمكنوهم من أداء المناسك في وقتها وفي تمامها، وأن لا يعجلوهم تعجيلا يخل بمناسكهم، لأنهم استوفوا منهم الأجرة، فيجب أن يتركوهم يستوفون المناسك ولا يتلاعبوا بهم ويستخفوهم في الرحيل قبل إكمال المناسك. هذه أمانة حملهم الله إياها. نعم. فضيلة الشيخ، يعتقد البعض بأن الحج لا يكتمل إلا بزيارة المسجد النبوي الشريف. هذا غلط. زيارة المسجد النبوي سنة في كل وقت ولا تعلق لها بالحج، ولكن لما كان الناس يأتون من بعيد فإنهم يزورون المسجد النبوي للصلاة فيه والسلام على الرسول صلى الله عليه وسلم،
وهذا لأنه يوفر عليهم سفراً آخر، هذا القصد، وليس لها ارتباط بالحج ولا وليست من مكملات الحج زيارة المسجد النبوي، إنما هي عبادة مستقلة. نعم. شكر الله لكم الشيخ صالح، وبارك الله فيكم وفي علمكم على ما بينتم لنا في هذا الدرس من دروس الحج المبرور. أشكر فريق العمل في هذا البرنامج الذين سجلوا هذا اللقاء من مكتبة الشيخ، كما أشكر زميلي مهندس الصوت عبد الله المواش من إذاعة القرآن الكريم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.